يعني ما المتوقع من هذه الجلسة في ظل أن أطرافا دولية ترى أن المجتمع الدولي تأخر في التعامل مع ما يجري في أفغانستان، وبأن هذه الجلسة أصلا لن يعني تقدم شيئا على صعيد الوضع هناك؟ يعني في ظل أنه الجلسة الماضية لجلسة الأمن كانت في أغلب الإحاطات تؤكد على أن مجلس الأمن لن يدعم أي سلطة تحكم البلاد بالقوة أو تصل إلى السلطة بالقوة، بالإشارة إلى حركة طالبان التي كانت قد بدأت هجومها على أفغانستان وعلى القوات الأمنية. الآن هناك أمر واقع أن طالبان قد استولت فعلا على هذه السلطة وهي بيدها الآن مفاصل القوة. هل سيعترف مجلس الأمن بهذه السلطة بعد أن كان قد يعني جميع أعضاءه تقريبا قالوا أنهم لن يدعموا هذه السلطة لأنها تستخدم القوة؟ الآن الموضوع يختلف تماما، ولكن الواقع يقول أن على مجلس الأمن يتعاطى مع هذه الحيثيات الجديدة المتسارعة التي ربما قد أخطأ أعضاء المجلس يعني في تقديرهم لسرعة الانهيار التي يمكن أن تحصل. يعني فيما كانوا يرتقبون محادثات التركة على بعد بضعة أيام، خلال هذه الأيام انهارت الأوضاع الأمنية تماما واختفت الحكومة الأفغانية وحلت محلها الآن حكومة طالبان. نعم. مجلس الأمن بالتأكيد سيندد الذعر الذي أصيب به السكان، وسيندد بالحالة الأمنية والوضع المعيشي الكارثي وموجات النزوح، ولكن هل سيتمكن من أن يرفض حكومة طالبان كحكومة أفغانية جديدة، أم أنه سيعترف فيها؟ هذا ما سنترقبه في نعم. جلسة غد الطارئة التي قررها مجلس الأمن. ابقي معنا لو سمحتي نادين، والآن نتحول إلى مراسلنا حيدر.